اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم في مقر هيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي مع معالي السيد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادة وزير الخارجية إلى بروكسل. وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير الخارجية اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وما تشهده من تطور ونماء، معربا سعادته عن تطلع المملكة إلى زيادة مجالات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مشيدا أيضا بالجهود الطيبة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا أهمية إسهام الاتحاد الأوروبي بشكل فاعل في دعم جهود دول المنطقة لمواجهة مختلف التحديات السياسية والأمنية ومساندة المساعي الرامية إلى إحلال السلم والاستقرار والازدهار لصالح دول وشعوب المنطقة. من جانبه رحب معالي السيد جوزيب بوريل بالزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، معربا عن ارتياحه لما وصلت إليه علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين ومنظومة الاتحاد الأوروبي من تطور وتقدم في العديد من المجالات بفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك المفدى، مؤكدا أهمية توسيع وزيادة التعاون الثنائي بين الجانبين إلى مستويات أرحب من خلال التنسيق المشترك وتبادل الزيارات والخبرات، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. وفي سياق متصل قام سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالتوقيع على آلية التعاون بين وزارة الخارجية وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي في خطوة تأتي ضمن الحرص المشترك على تنمية العلاقات بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وذلك بالشكل الذي يلبي طموحهما ويحقق مصالحهما من خلال تشجيع متبادل للمعلومات والمشاورات وتعزيز التفاهم المتبادل عن طريق الآليات والمشاورات المنتظمة على مستوى عال بشأن القضايا السياسية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد الاجتماعات السنوية لكبار المسؤولين بين هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي ومسؤولي وزارة الخارجية في مملكة البحرين، على أن يتم انعقاد الاجتماعات بالتناوب بين بروكسل والمنامة، إلى جانب عقد اجتماعات الخبراء أو مجموعات العمل المشتركة حسب الاقتضاء مع دعوة الممثلين المعنيين من مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى والوزارات التنفيذية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال البحث والابتكار وتعزيز التجارة، ومن خلال أنشطة مجموعة عمل حقوق الإنسان وفق الإطار المرجعي الذي تم التوقيع عليها بين وزارة الخارجية وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي في 4 أبريل 2016. بالإضافة إلى تنظيم أنشطة مشتركة مثل ورش العمل أو المؤتمرات حسب الاقتضاء. حضر الاجتماع دكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، والدكتورة بهية جواد الجشي سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والمعتمدة لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى ومملكة الدنمارك وممثلتها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.